باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. تحل علينا نعمته وبركته إلى أبد الآبدين ودهر الداهرين كلها آمين. بنعمة ربنا عايزين ناخد الليلة دي تأمل في المزمور اللي هو 26 في الإنجيل المقدس. نقرا المزمور وبعدين ناخد عليه بعض التأملات. المزمور بيقول: اقضي لي يا رب لأني بكمالي سلكت وعلى الرب توكلت بلا تقلقل. جربني يا رب وامتحني، صفي قلبي وكليتاي، لأن رحمتك أمام عيني وقد سلكت بحقك. لو سمحتوا يا جماعة عشان الصوت، والكنيسة طبعا مقفلة، فأي دوشة ممكن تبقى مسموعة تعطل الكلام. لأن رحمتك أمام عيني وقد سلكت بحقك، لم أجلس مع أناس السوء ومع الماكرين لا أدخل. أبغضت جماعة الأسمة ومع الأشرار لا أجلس. أغسل يدي في النقاوة فأطوف بمذبحك يا رب، لأسمع بصوت الحمد وأحدث بجميع عجائبك. يا رب أحببت محل بيتك وموضع مسكن مجدك. لا تجمع مع الخطاة نفسي ولا مع رجال الدماء حياتي، الذين في أيديهم الرذيلة، يمينهم الآن رشوة، أما أنا فبكمالي سلكت. افدني وارحمني، رجلي واقفة على سهل، في الجماعات أباركك يا رب. مناسبة المزمور اتقال في مناسبة معينة، والمناسبة دي هنعرفها حالا دلوقتي. ان داود النبي طبعا زي ما حضراتكم عارفين انه كان شاول الملك بيطارد داود النبي، وقعد يطرده من مكان الى مكان ومن من مدينة الى مدينة، حتى لما يروح الصحراء يروح وياه عايز يقتله. وبالرغم ان داود النبي كان يعني رحيم جدا بشاول، ومرتين ربنا يوقع شاول في ايد داود وما يرضاش يأذيه، مرتين لدرجة ان شاول قال له انت بالحقيقة يعني تستحق ان انت هتاخد الملك، اكيد ربنا هيدي لك الملك لانك انسان مبارك وانسان طيب، وشهد له يعني. ومع ذلك ما سابوش، برضو فضل وراه. فداود النبي جه في وقت من الاوقات قال لا، ده كده ده شاول ده مش هيسيبني ابدا يعني، ده اكيد هيفضل ورايا لغايه لما يموتني. دي حاجه طبعا صعبه جدا وحاجه ما تطمنش. فجت فكره لداود النبي انه يختبئ في مكان ما يقدرش يوصل له شاول فيه. والمكان ده فين؟ في منطقة يعني تابعة للفلسطينيين. فطبعا لما دخل في المنطقة دي شاول الملك ما يقدرش يروح وراه عند الفلسطينيين، وإلا طبعا هيتصدى له الفلسطينيين، فكف عن مطاردة داود النبي. وكان هو ده الحل الوحيد عشان ينجو داود النبي من مطاردة شاول الملك الشرير. لكن طبعا الشيطان بقى اخر ما لقاه مش هيقدر يأذيه ومش عارف يوصل له، فقال طيب اطلع له حاجة كده كلمتين يعني وحشين كده ضده. فراح مطلع، خلى الناس الاشرار يطلعوا اشاعة
انه داود النبي راح عند الفلسطينيين عشان يعبد الآلهة بتاعتهم ويسيب الرب إله إسرائيل. طبعا التهمة وحشة قوي ورديئة، وكان ممكن داود النبي يعني ما يدافعش عن نفسه لولا انه عارف ان الله اختاره ملكا على إسرائيل، فقال مش هقدر اسكت، يا رب اعمل ايه؟ اقول لك احكم لي انت يا رب، احكم لي انت يا رب، يعني اظهر انت يا رب براءتي. انا هعمل ايه؟ الناس عمالة تطلع علي اشاعات وتطلع علي اكاذيب وتطلع علي افتراءات، انا يا رب هعمل ايه؟ انا ماليش غيرك انت يا رب، احكم لي يا رب فاني بدعتي سلكت، انا سلكت بكمالي يا رب. بدعتي يعني بودعتي او بكمالي، انت وحدك يا رب العالم ان انا انسان اسلك بكمالي امامك يا رب. انا مش هتكل على الناس ولا اهتم بكلام الناس، انا اهتم بكلامك انت وحدك يا رب. احكم لي يا رب فاني بدعتي سلكت وعلى الرب توكلت. والحقيقة يعني برضو هنا يعني ربنا طبعا يقول له ما تخافش يا داود، اظهر مثل النور برك وحقك مثل الظهيرة. الانسان اللي يلجأ لربنا عشان ربنا هو اللي يدافع عنه ده انسان حكيم. ليه حكيم؟ لانه لجأ الى الذراع القوية المتينة العظيمة اللي هي ممكن تدافع عنه. ربنا هو الوحيد اللي ممكن يدافع عن الانسان بصورة قوية وبصورة كاملة وبصورة كافية ويظهر براءة الانسان المظلوم. عشان كده داود النبي لما عانى من الظلم والاشاعات الكاذبة ضده لجأ لربنا وقال له احكم لي انت يا رب، دافع عني، اظهر براءتي يا رب، احكم لي يا رب فاني بدعتي سلكت بكمالي سلكت وعلى الرب توكلت. ونلاحظ هنا ان على رأي ابونا انطونيوس، على فكرة المرجع للتفسير ده تفسير قدس ابونا انطونيوس فكري كنيسة العذراء في الفجالة، ابونا انطونيوس فكري له على النت تفسير المزامير جميل قوي، وهو عمل تقريبا تفسير الكتاب المقدس كله يعني، اللي يحب يرجع له. قدس ابونا انطونيوس فكري بكنيسة السيدة العذراء بالفجالة. نلاحظ ان كلمة بكمالي سلكته دي تفكرنا بالسيد المسيح، وهنا داود يرمز عن السيد المسيح اللي اتهموه برضو الكتبة والفريسيين والرؤساء اليهوديين بانه يعني انسان خاطي، حتى ان السيد المسيح في مرة من المرات قال لهم من منكم يبكتني على خطية. هو بقى السيد المسيح وحده يعني اللي يقدر يقول الكلمة دي وهو مطمئن جدا، من منكم يبكتني على خطية. داود النبي هنا ما يقصدش انه وصل للدرجة دي، ولكن يقصد حاجة تانية، يقول له يا ربي انت عالم ان انا ما عملتش الاتهامات اللي موجهة ضدي ولا اخطأت بالخطايا اللي بيقولوها ضدي، وانا يا رب بريء من هذه التهم. جميل قوي ان الانسان يسيب ربنا يدافع عنه، جميل جدا ان الانسان يترك الدفاع عنه للذراع القوية التي لربنا يسوع المسيح. حلوة قوي، حلوة قوي الانسان اللي يسيب الدفاع عنه لإيد ربنا، لان ربنا ليس مثل الرب معين، ليس مثل الرب معين، يظهر مثل النور برك وحقك مثل الظهير. في يوم من الايام، في يوم من الايام كان في ملك اسمه أحشاويرش، وأحشاويرش الملك ده كان عنده شخص مقربه منه جدا ومديله مكانة رفيعة جدا في القصر وفي المملكة، والشخص ده كان اسمه هامان.
وهامان ده كان يعني عايز الناس تسجد له، وكان طبعا في وسط اول ما يدخل القصر منبه كل الخدمين والموظفين والناس اللي شغالين لازم يسجدوا قدام هامان. سجود يعني عبادة، يعني لان كان زمان يعبدوا الاصنام، وقال لهم انا يعني تعتبروني برضو زي بقية الاصنام. يعني طبعا كان في واحد موظف في القصر راجل يهودي اللي هو مردخاي مرديش يسجد لهامان، والقصة الجميلة دي موجودة في سفر استير. كان يدخل مردخاي كل الموظفين في القصر يسجدوا له ما عدا واحد بس اللي هو مردخاي، فحقد على مردخاي. وبعدين الرجل هامان ده كان شرير جدا، ولما حب ينتقم من مردخاي قال مش هيكفيني ان انا اسيء او اموت مردخاي لوحده، دي عملية بسيطة، انا لازم اموت كل اليهود اللي في البلد، ومش في بلد واحدة، ده كان تابع للملك احشاويرش، ده 127 بلد. تخيل بقى مثلا لما يكون ملك تابع له 127، ده امبراطور بقى مش ملك يعني. فقال الرجل ده فراح هامان سأل ديانته ايه ده اللي مش عايز يسجد لي، ده مش عايز يسجد ليه؟ قالوا له اصل يا مولانا ده يهودي والديانة اليهودية تمنعه انه يسجد للناس. قال لهم طيب انا حبيب كل اليهود الموجودين في المملكة، وبما ان لديه دالة عظيمة عند الملك احشاويرش، فدخل عند الملك وقال له يا مولانا في شعب كده في وسط المملكة، ناس مش كويسين وحشين وما بيخضعوش لجلالتك وما بينفذوش تعليماتك، وانا الحقيقة عايز ابيد هؤلاء الناس الوحشين الاشرار من وسط المملكة وادفع لك 10,000 وزنة ذهب للمملكة. والعجيب ان الملك وافق، وان هامان ده كان مقرب جدا للملك، فالملك قال له ماشي اللي انت عايز تعمله اعمله. قال له خلاص يا مولانا انا هطلع امر باسمك ونختمه بالخاتم الملكي، ونقول ان كل البلاد في شهر اذار يوم 13 يبيدوا جميع اليهود الموجودين في كل المدن اللي تابعة للملك. قال له خلاص اعمل اللي انت عايزه. راح جايب الكتاب والجماعة اللي بيترجموا بقى للغات 127 بلد، ومن لهم امر بإبادة اليهود، القصة الجميلة دي اللي موجودة في سفر استير. وصدر امر من الملك ومختوم بخاتم الملك ان هم كل بلد يوصلها الرسالة دي يبيد الملك بتاعها، يبيد اليهود الموجودين في المملكة بتاعته. كان بالطريقة دي عايز يقضي على اليهود الموجودين في كل الممالك التابعة لحكم الامبراطور احشاويرش ده. طيب ايه الحل بقى؟ دي حاجة، دي مشكلة يعني واضح جدا ان ملهاش حل خالص. لكن المشاكل اللي ملهاش حل خالص ابدا ليها حل عند ربنا، زي ما بيقول معلمنا يوحنا الرائي ونظرت واذا باب مفتوح في السماء. الباب بتاع السماء ده مفتوح على طول، ما تقفلش ابدا، باب ربنا ده هو اللي تلاقيه في كل وقت. لو قمت تصلي بالليل تلاقي باب ربنا مفتوح، لو عندك فرصة بالنهار تلاقي باب ربنا مفتوح، لو في أي وقت عندك موضوع وعندك مشكلة وعندك مظلمة وعايز تطرحها عند ربنا تلاقي باب ربنا مفتوح، وربنا صاحي مستعد يسمع لك. عجيب قوي ربنا ده، عظيم جدا، وليس مثل الرب معين. مردخاي طبعا زعل قوي لما عرف الحكاية دي، ولبس ملابس يسموها المسوح، يعني ملابس التذلل، ملابس كده خشنة وبتاع، وادى علم الاستير اللي هي زوجة الملك احشاويرش
وقال لها الموضوع كذا كذا كذا، وان هامان ده عايز يموت اليهود الموجودين في كل المملكه، شوفي لك حل مع الملك. الملك احشاويرش ده كان عامل نظام ان اي حد يدخل له الى مكان الحكم بتاعه يبقى في حل من اتنين، يا اما يمد له قضيب الذهب، كان عنده قضيب ذهب كده، يمد قضيب الذهب فالراجل او الشخص اللي داخل يلمس القضيب فيدخل، لا اما لو ما مدش قضيب الذهب السياف واقف يروح ضارب الشخص اللي عايز يدخل ده يطير رقبته وبكل بساطة يموت ويشلوه خلاص. فاستير قالت لمردخاي، قالت له ده الماء انا بقالي 30 يوم الملك ما ندهليش. قال لها شوفي اوعي تفكري ان انت عشان زوجة الملك تنجي، ان ما كنتيش هتهتمي بهذا الامر وتعملي كل ما في وسعك اعلمي ان الخلاص يأتي الى اليهود من باب اخر، واما انت وبيت ابيك فتهلكي. انت فاكرة يعني عشان انت ملكة وقاعدة في القصر الملكي يعني هتنجي من الهلاك؟ ربنا مش هيرضي كده ابدا، هيجيب الخلاص من حد تاني وانت وبيت ابيك تهلكي. كانت قريبته يعني، كان مربيها، كانت عاملة زي بنته يعني، كان له دلالة عظيمة عليها يعني، فبيكلمها بكل شجاعة وبكل وضوح. فقالت له طيب صلوا من أجلي لمدة 3 أيام وأنا هصلي برضه، وبعد كده هروح عند الملك. وكان الدخول عند الملك بدون ما هو يستدعي الشخص مغامرة زي ما قلت لحضراتكم يعني نتيجتها احتمال كبير قوي يكون الموت يعني، ما كانش الملك يمد قضيب الذهب كده السياف واقف يروح ضارب الشخص اللي عايز يدخل يطير رقبته. مردخاي وكل اليهود اللي في مدينة شوشن دول قعدوا يصلوا وصاموا 3 أيام. وبعد كده طبعا الملكة استير ذهبت لمقابلة أحشاويرش بدون انه أحشاويرش يستدعيها. فأول ما شافها الملك على طول حس بحب شديد نحوها، وكان من الله، ومدلها قضيب الذهب، فالسياف بعد فلمست القضيب ودخلت وأدت التحية للملك وقالت له يا مولاي. قال لها ايه طلبك يا استير؟ اعطيكي حتى نصف المملكة. قالت له اعزمك انت وهامان تيجوا تتغدوا عندي. قال لها بس كده؟ قالت له بس كده. قال لها خلاص بكرة اجي انا وهامان ونتغدى عندك وتغدينا غدوة كويس. قالت له خلاص اشكرك يا مولاي وخلاص. راح بقى هامان دخل بيته وقعد يفتخر وقال لمراته والاهله، قال لهم انا بقيت عظيم قوي عند الملك وما بيقدرش يعمل اي حاجة لما يقول لي. حتى لما مراته عزمته عشان يدخل عندها ويتغدى ما راحش من غيري، فانا عايز بقى اتصرف مع مردخاي ده اعمل له ايه. قالوا له اعمل له صليب ارتفاعه 50 قدم عشان يبقى عالي قوي في المدينة كل الناس تشوفه، واصلبه عليه عشان ايه كل الناس تشوفه وتعرف ان اللي ما يسجدش قدامك يبقى اخرته كده. ولكن مردخاي التجأ الى ربنا الاله الوحيد القادر على كل شيء، وكأنه بيقول مع داود النبي احكم لي يا رب فاني بكمالي سلكت وعلى الرب توكلت. الصليب بيتعمل، همان ده جاب النجارين خلاهم عملوا صليب ارتفاعه 50 قدم عشان تاني يوم بقى عايز يموت مردخاي. لكن الملك في تلك الليلة طار النوم من عينيه، ما قدرش ينام، جه ينام مش عارف، مش قادر ينام ابدا. وبعدين قال طب نتسلى، هاتولي دفتر احوال المملكة. فجابوا له دفتر احوال المملكة، قاعد يبص فيه كده
لقى مكتوب ان كان في مؤامرة ضده أبطلها واحد شخص بيشتغل في القصر اسمه مردخاي. فجاب الرئيس القصر قال له احنا مردخاي ده ادينا له مكافأة ولا ادينا له حاجة قدام الخدمة العظيمة دي اللي عملها لي؟ قال له لا يا مولانا ما ادينالوش حاجة. قال له ازاي ما ادينالوش حاجة؟ ده انقذني من الموت. قال له ايوه يا مولانا هو انقذك من الموت. قال له طيب امال ازاي ما كافئناهوش؟ قال له اللي حصل اتشغلنا يا مولانا معلش. قال له طيب فكرني الصبح واستراح بقى للفكرة وحط في قلبه، ربنا حط في قلبه انه يعظم مردخاي تعظيم كبير قوي. فالصبح كده على الظهر جاله بقى همان عشان يروح يستأذنه عشان يصلب مردخاي على الصليب ويتغدى معاه عند الملكة. فالملك أول ما جاله هامان قال له يا هامان ماذا يصنع لرجل سر الملك أن يكرمه؟ لو في واحد الملك سر أن يكرمه نعمل له إيه؟ فهامان قال في عقله هو الملك يعني هيكرم مين غيري؟ قال له أيوة يا مولانا أنا أقول لك تعمل إيه؟ قال له قل لي. قال له نجيب له ملابس ملوكية ونلبسها له. قال له كويس. قال له نركبه على فرس الملك. قال له كويس. قال له نجيب واحد عظيم قوي في المملكة يمشي قدامه وينادي قدام الناس ويقول لهم هكذا يفعل للرجل الذي سر الملك أن يكرمه. قال له اعمل كل الحاجات دي لمردخاي. طبعا كانت صدمة صعبة قوي. ده كان لسه بعد دقيقة واحدة عايز يقول له بعد إذنك يا مولاي حصله بمردخاي. لكن طبعا كان الله قد سبق فحكم في هذه القضية وخرج هامان من عند الملك مكسور الخاطر وجاب مردخاي واضطر بقى يلبسهم ملابس الملوكية ويقعدوا على فرس الملك ويمشي قدامه ويلف في المدينة ويقول هكذا يصنع للرجل الذي سر الملك أن يكرمه. والبقية القصة انتوا عارفينها طبعا موجودة في سفر استير. وربنا حط في قلب الملك انه يموت هامان وحط مردخاي في أعظم مكانة في القصر وأصدر أمر ان اليهود في كل الممالك التابعة ليه يكونوا في أمان وينتقموا لأنفسهم من أي شخص يحاول أنه يعتدي عليهم. حلو قوي أن الواحد يلجأ لربنا. احكم لي يا رب فإني بكمالي سلكت وعلى الرب توكلت فلا أضعف. وبعدين يقول ابلني يا رب وجربني نقي قلبي وكليتاي. هنا بقى داود النبي بيقول لربنا يعني جربني مش عشان يا رب لما تجربني هتعرف قد ايه انا بحبك وقد ايه انا متمسك بوصاياك. لا ما يقصدش كده. امال يقصد ايه؟ يقصد يقول عشان أعرف يا رب أنا ضعفاتي فأتحاشاها وأبعد عن نقائصي وأمشي في رضاك وأتقدم في النعمة. هنا داود النبي غير أيوب. أيوب لما دخل في التجربة كان دايما يقول يا رب ليه كده بس؟ ده أنا ماشي في خوفك وأنا إنسان بار وأنا ما بعملش أي خطأ وأنا ماشي بصلاح أمامك حاسس ببره. أما داود النبي فحاسس بضعفه ويقول له ابلني يا رب وجربني وريني الأخطاء اللي عندي وريني نقط الضعف عشان أتوب عنها وأرضيك كل أيام حياتي. لأن رحمتك أمام عيني وقد سلكت بحقك.
رحمتك أمام عيني، أي حاجة تحصل يا رب أنا واثق أن أنت بتعملها معايا من أجل رحمتك بي، وأنا واثق أن مهما الأمور ساءت ومهما قابلتني ظروف صعبة أنا واثق أن أنت بتصنع الخير. كأنه سامع الآية في العهد الجديد، جميع الأشياء تعمل معا للخير للذين يحبون الرب. جميع الأشياء تعمل معا للخير للذين يحبون الرب، لأن رحمتك أمام عيني وقد ارتسلكت بحقك. يقول لي أنا يا رب أنت عالم، أنا بريء من التهم اللي تهموني بيها، أنا يا رب ليس لي سواك، أنا لا أمشي في طريق الأشرار ولا أعبد الأصنام ولا أشترك في خطايا الآخرين. الآية 4 و5 يقول لم أجلس مع أناس السوء ومع الماكرين لم أدخل، أبغضت جماعة الأسمة ومع الأشرار لا أجلس. يا ريت ولادنا الشباب يسمعوا الكلام الحلو ده ويعملوا بيه. داود النبي الملك العظيم الحسن الترتيل يقول لم أجلس في مجالس الأشرار، لم أجلس مع أناس السوء ومع الماكرين لم أدخل، أبغضت جماعة الأسمة ومع الأشرار لا أجلس. أنا ما بقعدش مع الأشرار، بختار أصحابي من الناس الكويسين. طب والناس الوحشين؟ يقول لك لا مليش دعوة بيهم ما صاحبهمش. طوبى للرجل الذي لم يسلك في مشورة الأشرار وفي طريق الخطاة لم يقف وفي مجلس المستهزئين لم يجلس. داود النبي الكلام اللي بيقوله بيعمل بيه. ولا انا ما اقعدش، يا ريت اولادنا الشباب الحلوين اللي طالعين يعملوا بالكلام ده. لو الشاب بعد عن الأشرار ينجى من شرهم. لو الشاب بعد عن الأشرار ينجى من شرهم. بعد عن الناس اللي بيعملوا مشاكل، بعد عن الشباب اللي بيشربوا، بعد عن الشباب اللي بيعملوا خطية، ينجى من الخطايا دي كلها ويحفظ نفسه. لو مشي مع الأشرار يبقى زيهم تماما. لا تضلوا فإن المعاشرات الرضية تفسد الأخلاق الجيدة. كلمة لا تضلوا يعني إيه؟ يعني ما تضحكش على نفسك. هتمشي مع واحد شرير هتبقى زيه، لو مشيت مع شخص شرير هتتعلم منه وتبقى شرير زيه. نجينا يا رب. داود النبي يقول لي أنا ما أعملش كده أبدا. لم أجلس مع أناس السوء ومع الماكرين لم أدخل، أبغضت جماعة الأثمة ومع الأشرار لا أجلس. أغسل يداي بالنقاوة لأطوف بمذبحك يا رب، لأسمع صوت تسبيحك وأنطق بجميع عجائبك. يا سلام. يقول له يا رب أنا صحيح كنت قاعد عند الفلسطينيين مش قادر أروح واشترك في العبادة في أورشليم، لكني أغسل يداي. هتغسل إيديك بإيه يا داود النبي؟ بالمية؟ يقول لك لا، بالنقاوة. أغسل يداي بالنقاوة. وعلى فكرة الكهنة الأرثوذكس بقى، الكهنة المسيحيين، قبل ما يبتدي القداس يجي أبونا كده الشماس يصب له مية على إيده كده جوه الهيكل ويقول لربنا نفس الآية دي، يقول أغسل يداي بالنقاوة لأطوف بمذبحك يا رب لأسمع صوت تسبيحك وأنطق بجميع عجائبك. يا رب أحببت جمال بيتك وموضع مسكن مجدك، فلا تهلك مع المنافقين نفسي ولا مع رجال الدماء حياتي. مش قادر، أصل زمان الكهنة قبل ما يقدموا الذبيحة يغسل إيديه بالمية، والكاهن دلوقتي الأرثوذكسي برضو قبل ما يقدم الذبيحة بيغسل إيديه بالمية، بس يقول لربنا أغسل يداي بالنقاوة
نقيني يا رب أنت واغسلني فأطهر، لأطوف بمسبحك يا رب، لأسمع صوت تسبيحك وأنطق بجميع عجائبك. الكاهن في اليهود كان لما قبل ما يقدم الذبيحة بيغسل إيديه وبعدين يقدم الذبيحة وبعدين يطوف حوالين المسبح يسبح ربنا، والشعب يطوف حوالين وراه حوالين المسبح ويقولوا تسبيح وترانيم. داود النبي مش قادر يروح يشترك في العبادة فبيشترك فيها بروحه، مش قادر يروح يشترك فيها بجسده يشترك فيها بروحه وبفكره وبقلبه. يقول أغسل يدي بالنقاوة لأطوف بمذبحك يا رب، لأسمع صوت تسبيحك وأنطق بجميع عجائبك. يا رب أحببت جمال بيتك وموضع مسكن مجدك. أنا في بلاد الفلسطينيين أسمع بأذناي الروحيتين صوت تسبيحك في أورشليم يا رب. قلبي يبحث عن هذه التسابيح وأذناي تبحث عن هذه التسابيح وروحي تشترك فيها، مع أني مش قادر أحضر فيها بجسدي لكني أشترك فيها بروحي. فلا تهلك مع المنافقين نفسي ولا مع رجال الدماء حياتي. والله يا رب أنا مش عايز أهلك، أنا مش ما بعملش الخطية لأني بحبك يا رب، مش عايزك تسيبني أبعد عنك أبدا، ولا في الأرض ولا في الأبدية ولا في السماء. وأنا في الأرض يا رب أتبعك، وأنا في السماء يا ريت يكون لي نصيب معاك. فلا تهلك مع المنافقين نفسي ولا مع رجال الدماء حياتي، الذين في أيديهم الإثم يمينهم ملآن رشوة، أما أنا فبكمالي أسلك. افدني يا رب وارحمني. افدني يا رب وارحمني يعني بيقول ربنا أنا يا رب محتاج إلى فدائك العظيم على الصليب، بالرغم أن أنا بحاول أعمل الخير وبالرغم أن أنا ببعد عن كل شر وبالرغم أن أنا بريء من كل التهم اللي منسوبة إلي، لكني أنتظر فدائك العظيم يا رب لكي يكون لي نصيبا وميراثا مع القديسين. افدني يا رب وارحمني في الجماعات. أباركك يا رب يعني أتمنى دايما أن أنا أشترك في التسبيح والتمجيد مع الجماعات المسبحة لإسمك القدوس، وده يتفق مع روح العبادة الجماعية في الكنيسة المقدسة، لأن السيد المسيح بيقول إذا اجتمع اثنين أو ثلاثة بإسمي فأنا أكون في وسطهم. مزمور جميل قوي يرتل الإنسان إذا أحس بإيه؟ بأنه مظلوم أو أنه بتنسب إليه تهم كاذبة، وترتله الكنيسة عندما تكون مضطهدة وحس أن هناك من يوجه إليها اتهامات كاذبة، ويرتل به الإنسان ليأخذ ويطلب معونة من الله ويطلب أن ربنا يتدخل ويعطي الإنسان خلاص من الضيقة اللي دخل فيها. القديس العظيم الأنبا برقام كان راهب في دير المحرق واسمه بولس، ولكن امتاز بفضيلة العطاء. كان طبعا الناس في ذلك الزمان فقراء جدا مش لاقيين حاجة أبدا، والدير كان فيه إمكانيات مادية كويسة، فبدأ ياخد الخير اللي موجود في الدير يوزعه على الفقراء. مفيش مانع أسرة فقيرة يديها مثلا خروف، يديها بقرة صغيرة فالرهبان الشيطان هيجهم ضده وقال لهم بقى، راحش طبعا الشيطان لازم يقاوم العمل الصالح، خلاهم صاروا جدا ضده وبقوا يقولوا البعض، لأنه كان ماسك رئيس الدير،
قالوا ده هيخرب الدير، هياخد الحاجة اللي في الدير يوديها للناس، واحنا نبقى ما عندناش حاجة في الدير، وهنفتقر ونحتاج ونعمل ونسوي. وكان فكرهم طبعا فكر خاطئ، ولكن عملوا اجتماع مع بعض وقرروا ان هم يطردوا هذا الاب المبارك اللي عنده فضيلة العطاء، يمشوه من الدير. وقالوا له اتفضل اطلع برا الدير وسيب الدير، متقعدش هنا تاني، انت هتخرب الدنيا وهتخرب الدير وتبدد الامكانيات اللي عندنا، عمال توزع في الحاجة اللي موجودة، هيجي يوم تخلص وما يتفضل لناش اي حاجة، اتفضل يمشي وسيب الدير. القديس العظيم الأنبا أبرقام عمل ايه يعني لما لقى نفسه في الموقف الصعب ده؟ قال لهم حاضر. ما عملش بقى ثورة واتخانق معاهم وقال لهم لا وانتم مش فاهمين الانجيل وانتم مش فاهمين وصايا الله وانا فاهم اكتر منكم، ابدا ولا اتخانق. بيتشبه بسيده يسوع المسيح اللي مكتوب عنه لا يصيح ولا يصوت ولا يسمع احد في الشوارع صوته. قال له اتفضل شوف لك دير تاني غير ده، مش هتقعد هنا خالص، ما تفكرش ان انت هتستمر الرئيس على هذا الدير. قال لهم بلاش خلاص امشي كده بكل بساطة يا أنبا أبرقام، تمشي؟ يقول لك امشي، هو مش ربنا موجود ضابط الكل؟ احكم لي يا رب فاني بدعتي سلكت، بكمالي سلكت، وعلى الرب توكلت فلا اضعف. يطردوني يطردوني يا سيدي، ايه يعني ربنا مش هينساني؟ هو ده الفكر الروحاني بقى، ده الفكر السليم بتاع القديسين، ده الفكر بتاع الناس المتكلين على الله. وبعدين في مجموعة من الآباء الرهبان قالوا احنا جايين معاك يا أنبا أبرقام، قال لهم لا خليكم، قالوا لا يمكن، مش هنسيبك أبدا، انت مغملتش غلط، انت كل أعمالك صالحة وكل أعمالك خير وكل أعمالك بركة، هنمشي معك. قال لهم اللي يعجبكم، وخرجوا معاه وفضلوا ماشيين لغاية ما وصلوا دير البراموس. وراحوا دير البراموس استقبلهم طبعا هناك الآباء بالترحاب ودخلوهم وقبلوهم. وبعد مدة بسيطة خالص البابا البطريرك أرسل واستدعى الراهب اللي كان اسمه بولس، ورسموا أسقف على مدينة الفيوم باسم الأنبا أبرقام، أسقف الفيوم والجيزة. الإنسان اللي يتكل على الله، طوبى طوبى للإنسان الذي يتكل على الرب لأنه يجد خلاص ويجد رحمة ويجد قوة عظيمة ويجد حكم بالبراءة. يقول له احكم لي يا رب فإني بكمالي سلكت، ربنا يقول له اظهر مثل النور برك وحقك مثل الظهيرة. الله يعطينا ان نلتجئ اليه دايما في الضيقات ونطلب رحمته ونطلب حكمه فيحكم لينا ونأخذ بركة، لإلهنا المجد الدائم الى الابد امين. بنشكر قدس أبونا.